السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه معنى العضو الذكري في المنام لما يجي سواء لرجل أو لامرأة؟ نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف التأويل. العضو لما يجي للرجل أو أن الرجل يلتفت لأنه المنطقة دي فيها ألم أو فيها توجع، فده تنبيه ليه؟ من إيه؟ من أنه ظلم حد من أهله، والحد ده بيذكره بسوء أو بيتظلم منه، فده معنى الألم في المنطقة دي. طيب لو حد شايف إن المنطقة دي عنده عظمت أو حجمها بقى كبير، إيه معناه؟ هنا محمودة في ناحية إيه؟ في ناحية إن الشخص ده هيكون كثير الرزق والذرية، مش رزق فقط، دي بمعنى كثرة رزق وذرية. طيب لو حد بقى شايف إن المنطقة دي أصبح حجمها صغير جداً، دي مش محمودة، لأن ده معناه ضيق رزق، مشاكل مادية، أنه الشخص ده هيتعرض لهزائم الفترة اللي جاية، بمعنى أصح مش من أفضل فترات حياته. طب لو حد شاف أن المنطقة دي قطعت، المنطقة دي قطعت دي مش محمودة تماما أن أي رجل يشوفها. ليه؟ لأن ده معناه إنه هيفقد شيء عظيم في حياته، والرؤية اللي بتحدد إيه هو من الأمرين دول، لأن دي بتقول إنه هيفقد ولد من أولاده الذكور أو هيفقد جميع ماله وهيبتدي من الصفر. فجزء قطع المنطقة دي اعرف على طول إنه هو فقد، ولكن فقد الذكر هنا ده معناه إنه هتفقد ولد من أولادك أو هتفقد جميع مالك. طيب اللي يشوف ان المنطقة دي قطعت ولكن هو وضعها على كفه او على اذنه، هنا ايه معناها؟ هنا تيجي لحد كبير في العمر. ليه؟ لان دي بتقوله ان بنت من بناته هتنجب مولود ذكر الفترة اللي جاية، فدي بتعود على الذرية. طيب لو شاب شاف ان المنطقة دي قطعت، هو لا عنده أولاد ولا عنده مال ولا عنده شيء، هو شاف إن المنطقة دي قطعت، والشاب ده هو لسه بادئ في ناحية الزواج، يعني لسه متزوج، لا هو عنده إنجاب ولا أطفال ولا الحاجات دي. هنا الرؤية بتقول له إيه؟ هنا الرؤية يعرف إن موضوع الإنجاب عنده صعب جدا إنه يحصل عليه، كاد يكون مستحيل بمعنى أصح. فلو شاب لسه متزوج ويشوف ان المنطقة دي قطعت، ده معناه قطع نسله او انه خلاص الشخص ده مفيش ذرية هتجيله. طيب ايه كمان في النقطة دي او المعنى ده؟ لو حد شاف ان حد جرحه في المنطقة دي، يعني لو حد جرحك في منطقة العضو، ده معناه ايه؟ ده معناه ان في حد بيتكلم في شرف امرأة من اهلك، فجزء الإصابة في المنطقة دي ده معنى إن حد بيهينك أو بيتحدث عنك في ناحية عرضك، في ناحية والدتك، أختك، بنتك، زوجتك، فهو بيتكلم في المحيط ده وبيقذفك بكلام سيء، ولكن مش أنت، هو النساء من أهلك. فالجرح في المنطقة دي ده معنى إن في حد بيخوض في عرض الرجل. طيب لو الرجل شاف إن المنطقة دي بقى فيها أكتر من عضو، إيه معناها؟ دي محمودة جدا لو كانوا بشكل مش معدود، يعني شاف ان اكتر من يعني امر في المنطقة دي ولكن ما عدش. هنا معنى ايه؟ هنا معنى ان الشخص ده هيكون ليه كسرة نسل وهيكون ليه خير عظيم ورزق وفير. طب لو شاف انه ليه عضوين، ده معنى ان هيكون ليه اتنين من الذكور، يعني هيكون ليه ولدين. شاف انه ليه تلاتة، ده بتعود على ناحية الذكور عنده الفترة اللي جاية. طيب لو حد شاف ان وضع المنطقة دي في فمه والمنطقة دي بتخصه، يعني رجل وضع عضو في فمه، ايه معناه؟ هنا مش محمودة، لان دي بتقوله ان خلي بالك ان انت تركت لواحد من ابنائك السيطرة عليك، فده معنى ان انت اللي هتخضع لحد من ابنائك الذكور الفترة اللي جاية، وهو اللي هيكون صاحب القرار والرأي، فالرؤية دي بتكون تنبيه. طيب لو حد شاف انه فيه خبز او فيه عيش زي ما بنقول خرج من عنده من المنطقة دي، ده معناه ايه؟ ده معناه انه هيفتقر،
هيفتقر الفترة اللي جاية وهيدخل في فترة سيئة ماديا. طيب لو شخص شاف انه ماسك عضو لكن العضو ده ما بيخصوش، العضو ده بيخص شخص اخر، ده معناه ان في مال وفي رزق هيجيلك من عند الشخص ده. طيب لو شاف انه هو عضو بيخص شخص اخر، ده معنى انه في محبة وفي ود عظيم جدا هيحصل ما بينك وما بين الشخص ده. بس الرؤية بتحذرك اوعى تبالغ في مدحه، اوعى ان انت تذكره بخير زيادة عن الحقيقة، لان هتنقلبوا على بعض. والعض هنا بمعنى الغيظ، فدي بتقولك ان انت هتكن للشخص ده ود ومحبة وكلام كتير اوي هيكون ما بينكم، وانت هتبالغ في المديح فيه ومن بعدها هتنقلبوا على بعض. طيب اذا انقطع الامر ده الخاص بالرجل، ولكن اثناء علاقة ما بينه وما بين زوجته، شاف ان المنطقة دي قطعت، لو زوجته حامل ده معنى ان الجنين ده هيفقد، فالرؤية هنا بتكون تمام. طيب بالنسبة لبقى البنت العزباء، لما تشوف ان ليها عضو ذكري ايه معناه؟ هنا بتؤول بامرين، اذا امرأة مقصرة في الناحية الدينية خلاف من المرأة الملتزمة. لو امرأة مقصرة في الناحية الدينية وقالت ان اصبح ليها ذكر، فده معناه ان هي صفاتها مش محمودة، وان هي يعني بمعنى اصح ان هي بتلتفت للنساء اللي زيها او بتنظر ليهم، ولكن نظرة شهوانية، فبتكونش محمودة للمرأة غير الملتزمة ان تشوف ليها عضو ذكري. طيب لو بنت ملتزمة او امرأة ملتزمة وشافت ان ليها عضو، هنا للعزباء محمودة للملتزمة، لان ده معناه ان هي هتتزوج الفترة اللي جاية باذن الرحمن. طيب لو امرأة متزوجة بقى وشافت الامر ده ليها، محمودة للمرأة الحامل او اللي بتسعى في حمل، لان ده معناه ان هتنجب الفترة اللي جاية وهتجيب ولد. طيب لو امرأة لا هي بتسعى في حمل ولا الكلام ده كله، هنا معناها ايه؟ هنا مش محمودة، لان ده معناه ان المرأة دي بتحاول ان هي تطغى على زوجها، وان هي يكون رأيها قبل رأيه، وان هي تكون الاهم، فهنا ما تكونش محمودة، لان ده معناه محاولات سيطرة منها تجاه زوجها باضعافه. فالعضو للمرأة اللي مش بتسعى فحمل تنبيه. طيب لو امرأة عندها مشاكل زوجية وشافت ان ليها عضو ذكري، هنا معناها ايه؟ هنا عرف على طول ان في طلاق جاي. فالعضو الذكري للمرأة اللي عندها مشاكل زوجية، اعرف ان هو فترة وهتدخل على موضوع طلاق، مش مجرد انفصال، لا ده طلاق. نسأل ربنا طبعا انه محدش يتعرض للسوء ولا للمكروه، وياريت نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعتذر ليكم لو الفيديو كان فيه اي حاجة مش محمودة او اي لفظ مش محمود، بس معلش حبيت اوصلها بس بطريقة ما يكونش فيها اي سوء او اي لفظ خارج. وبعتذر ليكم مرة تانية. اترككم في رعاية وحفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة